السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناة التشتوشي. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة جميلة هنعملها مع بعض. قبل اي شيء نسمي الله، نصلي على سيدنا محمد، نبدأ نعمل اشتراك في القناة. الناس اللي لسه بيشوفونا لاول مرة، تأكد تماما ان لما هتعمل اشتراك في القناة وتسيب تعليق ان شاء الله باسرع وقت هيترد لك في قناتك باشتراك، عشان الكل يكبر مع بعض. ان شاء الله هنعمل اجمل اجنحة دجاج. اجنحة الدجاج اللي هنعملها النهاردة حضراتكم هنحطها في صينية، وهنشوف هنحط تحتها ايه، وتابعونا كده هنعملها باحسن شكل. تابعونا. عندي اجنحة الدجاج اهي، هبدأ دلوقتي ان انا اقطعها. كده قطعنا الأجنحة زي ما حضراتكم كده شايفين. هنبدأ دلوقتي نتبلها، هنعملها تتبيلة جميلة جدا قبل ما ندخلها الفرن. هنبدأ دلوقتي عملية التتبيل، هنتبلها ونسيبها شوية عشان نحطها في صينية وندخلها الفرن. هنشوف بس في الصينية هنعملها ازاي ونحط فيها ايه من تحتيها. اهم حاجة دلوقتي ان احنا هنعمل التتبيلة. اجيب بولة، ودي التوابل اللي انا هبدأ اضيفها. عندي فلفل اسود، عندي شطة، قرفة، ملح، 7 بهارات، جنزبيل، بابريكا، حبهان مطحون، معلقة صلصة، عندي ثوم مفروم، عندي شوية فلفل مفروم. بضيف المكونات دي كلها على بصلة مبشورة. عندي قطعة بصل مبشور هبدأ أضيفها الأول، وأبدأ أنزل بالتوابل بتاعتي كلها. هبدأ أضيف عليهم 2 معلقة زيت. هجيب الفراخ بتاعتي او الاجنحة اللي عندي، وهبدأ اضيف عليها التتبيلة اللي انا عملتها. هنبدأ نضيف التتبيلة اللي احنا عملناها على الأجنحة اللي عندنا. نبدأ نجهز الصينية اللي هنحط فيها الأجنحة اللي عندنا. عندي كمان بطاطا، دي بقى يا جماعة بيبقى طعمها عسل عسل. شرايح البصل، جزر، بطاطس. ننزل باقي التتبيلة
هنبدأ بقى ندخل الصينية الفرن، وتابعونا إن شاء الله في الشكل النهائي. تابعونا. بنطلع الصينية بتاعتنا زي ما حضراتكم كده شايفين الشكل عامل ازاي، والجناحة حاجة زي الفل. ما تنسوش يا جماعة شير ولايك للفيديو، سبسكرايب في القناة. تحياتي لحضراتكم.